الثوار إلى الأحرار، وليس للجبناء واللصوص والحرامية وعصابات والميليشيات. لا أيها الأحرار، البارحة بوقفتكم من ميناء القصر وبقطعكم للجسور نبهتوهم على نهايتهم، وهذه هي الخطوة لمن يريد وطن. لا يقشمروكم أموال عامة وأموال شعب. لذلك أريد أستعجل وأناشد شجعان المحافظات الجنوبية رفعة الرأس، أبناء العمارة، أبناء الناصرية، أبناء الديوانية، أبناء السماء، وتوجهوا للبصرة جميعا، وقبل ميناء قصر ساند البصريين الشجعان الأبطال. نعم لا يقشمروكم هاي أموال الشعب ووقفة مصالح، كذب. هاي الرواتب والكلاوات، هاي فتات، هذا نص نفط البصرة، خاصة البصرة أكثر من النص هذا يروح لإيران. يقاومون بالحصار، لا عندهم شلون انتم مو شفتوا الحصار سوى بيكم؟ شو هم تبحين ما شاء الله، ترى كلها بفلوس الفقراء، بفلوس دول اولادنا اللي واقفين بالترافيك لايتات، واللي يجدون واللي يبيعون كلينكس، الامهات المكسورات امهات الشهداء، النايمات ببيوت الطين والحواسم، بناتنا الطاهرات بهاي الفلوس اختطفت صبا زينب التظاهرات، يذلون بناتنا قاموا بفلوسنا. نعم تقطع تقطع وتمنعوها ولا يقشمروكم، هذه أموالك. هم يقولون اللي يستشهد على ماله وعرضه، هم يلزموهم بما ألزموا به أنفسهم. أما باقي المحافظات وأقصد الفرات الأوسط، وهذه منادات لشباب الحلة وأهل الحلة والكوت، طبعا أطبقهم ياهم صح ممون الفرات الأوسط لكن أقرب لبغداد والنجف وكربلاء، توجهوا إلى بغداد وساندوا الأحرار هناك لخلق الجسور. سدوا قد ما تقدرون الجسور، اسقطوهم لا تنطونهم نفس، لحتى هاي الجسور تركلها لتغذيتهم ولتحميل السرقات. الحرامي مو شجاع، الحرامي نذل، وهذا القضاء نذل. اليوم اللي يجيب دولة تربية البتاوين، ترى كل واحد عندهم وحدة عدة بالبتاوين إلا أفضحهم، ما عليه دولة خلوهم بجانب. اليوم الوجه الأصفر هذا فايق زيداني صدر قرار يطل إيران الحق بإلقاء القبض على العراقي لعصاباتهم وميليشياتهم على أساس الحفاظ على المال العام وممتلكات، تشتري لك بيت 1,627,000 دولار ساحة المحكمة، مين جبتها؟ العراق لو يشتغل بعد كم سنة ما يطلع من هاي 1%. كذابين، احترموا نفسكم، نادوا بسقوطه. أنا ما أقصد سحقوه مو سلاح، سحقوه اجتماعيا، طيحوا حظهم كلهم بالأسماء، لا تخجلوا منهم. يلا يا شباب اسمعوني، الله يخليكم، لا ترجعوا ميناء قصر لهم، لا تخلون الجسور يرجعون يفتحوها. طوفانكم البشري هو اللي يحميكم، ولا واحد يوقع منكم. كلما كثر طوفانكم العراقي البشري، كلما وقفتم سد منيع، يوقعون الوحة من الخوف. هو اللي يسد الانترنت سريع، لا تكيش يرشفون منكم. يلا يا ابطال، وعود لكم مرة ثانية، وخلي يقولون يحرض، خلي يقولون يحرض، فليشهد الثقلان اني محرض اذا اريد ارجع بلاد العراق لأهلها، واذا اقف مع الثوار. من لا يقف مع الثوار هو المحرض على قتلهم، من لا يساندهم هو المحرض على قتلهم. اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى هذه الحلقة من برنامج صوتكم، نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم كما تشاهدونها الآن، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تتيح لكم أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم لدينا مواضيع متعددة سنطرحها، حديث عن ما حدث في ميناء أم قصر من قمع حكومي واضح، وكذلك سقوط شهداء وجرحى، ونتحدث عن كلمة عادل عبد المهدي قبل قليل التي جاءت، ويعني سنتطرق إلى بعض النقاط فيها، وكذلك بعض التقارير الدولية الأممية التي تتحدث عن حجم القمع الحكومي الذي يتعرض له العراقيون. مشاهدينا، قبل قليل كان عادل عبد المهدي في اجتماع مع الوزراء ومع المحافظين، تحدث بكلام كثير. دعونا نبدأ بداية لنعرض لحضراتكم مقطع يقول: هذا الغضب الشعبي وهذا الصوت العراقي يجب احترامه ويجب الاستماع له ويجب الذهاب لتحقيق
مطالبه العادلة. في ميناء قصر مشاهدينا الكرام هناك ضحايا بإطلاق رصاص من قبل القوات الحكومية. الربط بين هذا الكلام وكلام عبد المهدي، بين هذا الخبر وكلام عبد المهدي، هو حجم القمع الحكومي الذي تقوم به أو تتبعه القوات الحكومية تجاه المتظاهرين السلميين العزل. دعونا نشاهد ما حدث في ميناء قصر في محافظة البصرة. ثلاثة وجرحى ما نعرف العدد لحد الآن، لأن مستمرة المعركة من جانبهم هم. مشاهدينا الكرام دعونا نستمر في متابعة كيفية استماع الحكومة لمطالب الناس ولأصوات العراقيين المشروعة والواجب تحقيق هذه المطالب. دعونا نشاهد في محافظة البصرة أيضا تشييع أحد الشهداء الذين سقطوا في ميناء قصر، فلنشاهد. نبقى في محافظة البصرة تحديدا ضحايا الاعتداء الحكومي قرب بوابة أو أمام بوابة ميناء أم قصر. دعونا نشاهد مستشفى أم قصر في محافظة البصرة وهو يستقبل عددا كبيرا من الجرحى، فلنشاهد. الجرحى المصابين من أهالي أم قصر مثل ما تشوفون، المستشفى ما كفيت خلوهم بالساحة مثل ما تشوفونهم. كبار وصغار، هاي الناس كلها مختقة. مشاهدينا الكرام، الشعب خرج بمطلب واضح وصريح وهو يريد إسقاط النظام، لكن يبدو أن هذه الحكومة لا تريد الاستماع إلى هذه المطالب. وحديث عادل عبد المهدي أن هذا الصوت يجب أن يحترم يعني بعيد كل البعد عن الحقيقة وعن الواقع، في دليل ما نشاهده الآن. دعونا نتحدث، نقرأ لحضراتكم أيضا سريعا اتهام مفوضية حقوق الإنسان في العراق للقوات الحكومية باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار. استشهد 3 متظاهرين وأصيب 23 آخرون بعد إطلاق القوات الحكومية الرصاص الحي على المتظاهرين في القضاء. كذلك طبعا حديث عادل عبد المهدي كما ذكرت لحضراتكم قبل قليل بعيد كل البعد عن الواقع، في دليل أو في ظل ما نشاهده الآن من قمع المستمر وكذلك أعداد ضحايا متزايد. الأمم المتحدة تقول بأنه لا مبرر لقوات الأمن في العراق أن تطلق القنابل المسيلة للدموع أو قنابل الغاز أو غيرها بشكل مباشر على المتظاهرين، بالرغم من أنه دائما ما تكون هذه التقارير الأممية خجولة ولا تنصف بشكل كبير العراقيين، لكنها تخرج لتؤكد أن هناك قمعا حكومي. ومنظمة العفو الدولية قالت إن عمليات قتل المتظاهرين في العراق تتزايد بسبب استخدام القوة المفرطة. فلماذا تستخدم الحكومة إذن هذه القوة إذا كانت تقول بأن هذه أصوات مشروعة ويجب تحقيق هذه المطالب؟ لماذا تستمر بقمعهم ولماذا نستمر بمشاهدة المزيد من الشهداء والجرحى يسقطون يوما بعد آخر في ظل هذه الحكومة وفي ظل دولة الميليشيات التي يعيش فيها العراقيون؟ إن كانت هذه الحكومة تحترم مطالب الناس لماذا لا ترحل والشعب يطالب برحيلها؟ إن كانت هذه الحكومة تنظر إلى مطالب الناس على أنها مطالب حقة مشروعة، لماذا تستمر بالبقاء في هذه المناصب وعلى كراسيها؟ طبعا أيضا وكالعادة كل من خرج في هذه التصريحات من المسؤولين اتهم المتظاهرين بشكل أو بآخر. كذلك عادل عبد المهدي اليوم اتهم شريحة من المتظاهرين وقال بأن هناك مخربين
وقال بأنه من يقطع الطرق ومن يغلق الذهاب، من يغلق الطرق المؤدية إلى المنشآت النفطية، من يضرب عن الدوام في المدارس، في الجامعات، في غيرها، في المستشفيات، فهو مصنف ضمن تصنيف عبد المهدي وأكيد ضمن باقي الحكومة مصنف بأنه مخرب. إذن مشاهدينا الكرام، من يريد أن يخرج بهذا البلد من العراقيين إلى بر الأمان وينتهي من هذه المأساة التي يعيش فيها العراقيون منذ 16 عاما، هو في نظر هذه السلطة الحاكمة هو مخرب، طالما أنه يقطع الطرق وطالما أنه يضرب عن العمل. طيب، معنا مها من بريطانيا. طه تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لكم على هذا البرنامج الرائع. انا طه الاحوازي حياك من بريطانيا، نائب رئيس المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان. نعم. انا انظر للموضوع من منظار انساني يا سيدي الفاضل. هؤلاء مجرمين ولدينا تجربة، نحن كأحوازيين لدينا تجربة يعني مع هذا القمع الإيراني الذي يمارس كان في الأحواز يعني، والآن نشاهده بالضبط يعني ما يتم ليس من قبل الجنود العراقيين العرب العراقيين، بل هو هذا ما يقوم به فيلق القدس في الواقع يعني. وهذه الجرائم يعني نحن كنا نستصرخ العالم وكنا نستنجد بالعالم يعني من هذه الجرائم الإيرانية التي تقع في الأحواز، لكن الآن نراها في أم عيوننا. لا يختلف هذا القمع الذي كان يتم في الأحواز القمع الذي الآن يتم في العراق. الطلقات التي توجه والنار التي توجه للمتظاهرين العراقيين السلميين يعني مباشرة لقتل هؤلاء الذين يعني يطالبون بمجرد حقوق. يعني حقوق سيد طه، يعني في ظل متابعتك للوضع في العراق الآن، كيف تتابع حديث الحكومة أن المظاهرات حق مشروع والمطالب مشروعة وهناك متظاهرون سلميون كثر، لكن مع هذا نرى أن أعداد الشهداء والجرحى كبير جدا، لماذا إذن تقوم بقمعهم بهذه الطريقة؟ هذه هي الطريقة اللي دائما النظام الملالي في طهران يتحدث فيها ويتشدق بحقوق الإنسان وأنهم مناصرين لكل المستضعفين بالعالم، لكن هم في الواقع يظلمون الإنسان ويحتقرون الإنسان العربي بالتحديد يعني. هذا داعيك عن القوميات الأخرى، لكن الإنسان العربي بالتحديد يحتقرونه. وهم دائما يقولون أن حقوق الإنسان يجب أن يطبق والإسلام أتى بحقوق الإنسان، لكن هو الإسلام براء من هؤلاء. في الواقع يعني هذا القمع الذي نشاهده يعني في العراق الآن، ويتم قمع المتظاهرين السلميين يعني هم لا المنظمات، نحن نعتب على المنظمات الحقوقية التي يعني أصابها الصمم والخرج يعني نعتب على هؤلاء. أين أنتم من هذا القمع الذي يتم القمع اليومي في العراق؟ يقتل الشاب لا يتجاوز عمره 15 سنة ولا يتجاوز عمره 20 سنة، يقتل لأنه يطالب بوظيفة، لأنه يطالب براتب، لأنه يطالب بعيش كريم كباقي الأمم. ما إذا كان إسقاط النظام السابق كان من أجل أن 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 يكون المواطن العراقي يعيش كما يدعون يعني أن يعيش حياة كريمة، فهو كان يعيش حياة كريمة قبل سقوط بغداد. فإذا لماذا الآن يعني يتمنى الرجوع إلى الماضي؟ لماذا؟ طيب، سيد طه وضحت الفكرة، أشكرك للمشاركة معنا. السيد أبو الحسن من البصرة، تفضل أبو الحسن. حياك الله أستاذ محمد. أهلا وسهلا. قناة المشروع الوطني العراقي، قناة الرافدين، وكل المشاهدين الكرام. أخي أستاذ محمد، تفضل. أرجو أن تعطيني وقت، مهم جدا أتحدث اليوم. قبل لا أرجع الموضوع، طبعا عندي مناشدة إلى كل الحركات في التحرر والشعوب العربية والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وكل والأمم المتحدة وكل من يهتم
بهذا الشعب المظلوم، انقذوا الشعب العراقي، الشعب العراقي ده يذبح من قبل نعم. ايران واجرامها وهذه العمليه السياسيه علينا كعرب ككل المؤتمر الاسلامي، مؤتمر القمه العربيه، مؤتمرات الدوليه، انقذوا الشعب العراقي، هناك مؤامره خطيره جدا في اباده جماعيه، علينا ان نتكاتف. طبعا نعم. بالحقيقة أنا أتحدث لك من مدينة عملاقة وهي مدينة البصرة. قبل لا أيضا أدخل بالموضوع نقطة جدا مهمة أستاذ محمد، أرجو تعطيه وقت لأنه هذه أرجو أبو الحسن أرجو منك أن تختصر لأن أكو ناس تنتظر نعم. فحاول توصل نعم. الفكرة بإيجاز. أرجو 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 من أبطالنا في ثورة ثورة تشرين من أهل البصرة أن يوقفوا ضخ النفط العراقي بين قوسين نعم. أن يوقفوا ضخ النفط العراقي لأنه شريان الأكبر لهذه العملية السياسية لأنهم يقتلونا بهذا نعم. النفط. طبعا يصفكم عبد المهدي من هسه مباشرة يعني يصف هذا الفكر بالمخرب حتى بس أجيب لك إياها أول بأول. عبد المهدي يصف من يحاول الاستعمال هذه الوسائل قطع الطرق وقطع الذهاب إلى المنشآت النفطية وغيرها بأنهم مخربون. اولا بالنسبة لا يوجد اي خلاف بين ثوار تشرين وعبد المهدي وهي الاسماء التوافه. المشكله الرئيسيه هو الثوره مع الكتل السياسيه وكل الطبقه السياسيه الفاسده. اولا هذه الاحزاب والكتل السياسيه اقصد انا بس اريد اسالك اقصد من سؤالي او من الموضوع اللي طرحته لحضرتك، هل اصلا يكترث العراقيون لما تصفهم به السلطه الحاكمه؟ يعني لما يقولون عليكم او على الناس المعتصمه في الشوارع واللي قاطع الطرق يقولون عليهم انهم مخربون، هل اصلا العراقيين يهتمون لهذا الوصف؟ اعتقد استاذ محمد هذا الكلام ما له قيمه وساقط بالشارع نهائيا. نعم. اولا هذه ثوره الامام الحسين، ثوره عظيمه، ثوره تقودها شباب كلهم ابطال من كل الطوائف. اخي الكريم، لا يمكن لهذه الأحزاب الحاكمة أن تعطي الدواء. هل يقبل الشعب بإعطاء الدواء الفاسد من هذه الحكومة؟ أكيد لا، لأنها قد أعطت حل الدم، وأعتقد أن قمع المتظاهرين هو الحل كما يعتقدون هذه العصابات الإجرامية. هم في مأزق يا أخي أستاذ محمد، هم في مأزق خطير جدا، وبالتالي يجب أن يتركوا للشعب خياره الحقيقي وهو أيضا قادر على ذلك، وعليهم أن يتركوا أو يعترفوا بإرادة الشعب، لأنه لا يريد، لأنه هذا الشعب مل من حياتهم وسلوكهم وسياستهم، هم نهبوا هذا الشعب، وأن الطبقة السياسية تحاول أن تقوم بالإجراءات لمراجعة وضعها ومحاولة إيهام الشعب بأنها تقوم ببعض الإجراءات. ماذا كان عليهم منذ 16 عاما استاذ محمد؟ وين كانوا؟ كلهم خداعين ولصوص وقتله وكذبه. فان شاء الله الثوره تنتصر قريبا وهم في زوال. شكرا شكرا ابو الحسن، اشكرك للمشاركه معنا السيد ابو فاطمه من النجف. تفضل ابو فاطمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام اخي محمد وكافه الاخوه اللي معك. اولا الرحمه لكافه الشهداء، والشفاء العاجل لكل الجرحى، والحريه لكل المعتقلين والمخطوفين من قبل هذه الزمره المجرمه في المنطقه الخضراء. اخي انا سمعت مقدمتك. بالنسبه لعادل عبد المهدي، لا بالعير ولا بالنفير، لا يحل ولا يربط، ليس له علاقه، هو فقط اسم يعني يقال له انه يعني مسؤول او القوات المسلحه او القائد العام للقوات المسلحه. الدليل تم قتل الناس في البصره. البصره والنفط اخي خط احمر بالنسبه لايران ولامريكا، وسيتم قتل الناس بدم بارد. لكن هناك مناشدات يا ابو فاطمه، هناك مناشدات بتكثيف هذه الجهود في سبيل قطع الطرق على هذه الشركات وعلى العاملين فيها حتى يكون فعلا الوضع يتطلب تدخلا دوليا، لانه ادخال المجتمع الدولي المستفيد والولايات المتحده المستفيده من ثروات العراق لا يتم الا عن طريق احراجها وقطع مصالحها ومنافعها، هكذا يرى البعض. نعم نعم اخي الكريم، انا معاك وانا اتفق، لابد من قطع كل
المؤسسات وحصارها التي تغذي هذه الطغمة المجرمة في المنطقة الخضراء، وكذلك من المستفيد من العراق. المجرمان الكبيران في العراق هي أمريكا وإيران. أمريكا هي التي دمرت العراق ثم سمحت لإيران بقتل الناس. المجرم جيمس ستيل هو الذي أسس الميليشيات، هذا كل شيء معروف. لابد أن كذلك بالنسبة للقرارات لخارطة الطريق مهمة جدا. نعم. ونريد كذلك أخي أن يتم إطلاق سراح الأبرياء الموجودين في سجن الناصرية وفي التسفيرات وغيرها. نعم. وإطلاق كذلك الناس المخطوفين الآن. أخي نحن كذلك نريد أن يعززوا أي شخص حامل للجنسية الإيرانية لا يجوز له أن أو أي جنسية أخرى لا يجوز له يترشح وأن يخرج كذلك من العراق قبل أن يخرجوه المتظاهرين. نحن كذلك أناشد العراقيين الموجودين خارج العراق أن يقوموا بمظاهرات أمام السفارات الإيرانية والأمريكية والعراقية. نعم، شكرا لك أبو فاطمة، كنت معنا من النجف. معنا السيدة إيمان من الولايات المتحدة. إيمان تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية لقناتكم البطلة. أهلا وسهلا. عندي يعني بس كم شغلة أقولها. شعار الحكومة من صغيرهم إلى كبيرهم شلع قلع كلكم حرامية. نعم. شعار الشعب. نعم. أنتوا تاج على أرضنا، زرعناها بالشوك، ما يقدرون يشلعوها أو يقطعوها إلا إذا قطعوا رؤوسنا. وإذا الحكومة شادة ظهرها في حلفائها الشعب شاد حيلة بالله. نعم. ادعوا يا أمهات الشهداء ويا شعب، وأبواب السماء مفتوحة لكم وهي خيمة تحمي على رؤوسكم. أسألك يا من كتبت الرحمة على نفسك أن ترحم شعبنا ممن سلبت من قلوبهم الرحمة. قطعوا الإنترنت حتى يغطوا على جرائمهم، ونسوا أن الله عنده إنترنت ترصد وتكشف حتى ما تخفيه صدورهم. إيمان أريد أسألك على كلمة عادل عبد المهدي اليوم، يقول بأنه العراق عليه فوائد الديون 11 تريليون دينار عراقي، 11 تريليون دينار عراقي هي فوائد الديون المترتبة على العراق وليست الديون. طيب يعني هل من المعقول، هل من العدل، هل من القانون، هل من المنطق أنه بلد غني مثل العراق يكون عليه ديون أصلا؟ شلون وصل العراق إلى هذه الحال لو ما كانت هناك سياسات فاسدة خاطئة متبعة؟ يعني العراق الآن عليه فوائد الديون 11 تريليون دينار عراقي، هل من المعقول هذا الشيء؟ لا طبعا. أنت جاوبت نفسك قلت إذا ما كان عندنا شيء حرامية فهاي الأموال كلها هم اللي سرقوها ونهبوا العراق، وما أعتقد العراق ثاني دولة بالعالم منتجة للنفط، فشون يكون الشعب مالتها بهالفقر وبهالحالة المصرية هاي؟ نعم، ريح الله. إيمان أشكرك للمشاركة. مشاهدينا الكرام طبعا طيب نقرأ بعض الرسائل ونكمل حديثنا عن كلمة عادل عبد المهدي قبل قليل. سيد مبروك من الإمارات يقول: تحية لك أخي محمد، الانتفاضة التشرينية تنتصر بتضحيات الشهداء الذين سقطوا أمس وبداية هذا الشهر لحين إسقاط النظام وإيجاد نظام جمهوري رئاسي يعود به العراق حرا أبيا لا مكان فيه لأذناب إيران. نواف العتيبي من الرياض يقول: يجب أن يدرك جميع الشعب العراقي أن النظام الإيراني لن يسمح باستقلال العراق وسيقتل العشرات الآلاف ليبقى مسيطرا على العراق، ولا حل إلا الحل الذي استطاعوا به طرد الاحتلال الأمريكي. شكرا يا نواف. رسالة من محمد من عماد فيصل عفوا يقول: أستاذ محمد تحية لك وإلى قناتكم الوطنية الشريفة، سيكتب التاريخ عن أبطال تشرين بحروف من ذهب، النصر لكم أيها الأبطال والخزي والعار عليهم، جرذان المنطقة الخضراء، أخوكم عماد فيصل. رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرحمة لشهدائنا الأبطال وإن شاء الله النصر قريب. عزيزي نحن نتألم لهذا الوضع، ولكن هل يسقط نظام بدون قوة برفع العلم فقط؟ إنهم لا يبالون بالشباب، الله ينصرهم على القوم الظالمين. نعم، أنظمة يمكن أن تسقط برفع العلم فقط.
مظاهرات كانت سلمية وأسقطت أنظمة كثيرة. انظروا إلى مصر في 25 يناير أسقطت النظام بطريقة سلمية وبلا استخدام للعنف. يمكن للأنظمة أن تسقط بطريقة سلمية. السلمية تحرج هذه الأنظمة القمعية التي تحاول أن تقمع شعوبها وبالتالي تدخلها في هذه الحرج، ولا مبررات لها لكي تقمع شعبها. طالما كان سلميا مستمرا بسلميته يمكنه أن يسقط أي نظام. سيدة إيمان من تركيا تفضلي. مرحبا أستاذ محمد. أهلا وسهلا إيمان. شكرا طبعا على قناتكم الجيدة اللي تنطينا الأخبار أول بأول. تفضلي. أهلا وسهلا. بالنسبة للمظاهرات وبالنسبة إذا كانت للرئيس عادل عبد المهدي، فعادل عبد المهدي مسير، يعني مسير وليس مخير. نعم. هو لو فعلا يعني بالنسبة إلى محافظ على بلده ما خلى يعني القوات الخارجية هي اللي تستخدم هاي الأشياء كلها للبلد، يعني نعم. هذه الشهداء اللي راحت وهاي الأمة اللي كلها هسه يعني بينت له بأنه إيد وحدة سنة وشيع والكل صارت إيد وحدة. نعم. يعني ما أتصور بأنه أجندات يخلون الشغلات هذه الأشياء كلها أمريكا وغير أمريكا. إحنا نعرف من الأول من زمان نعرفها بأنه إيران هي الوحيدة المستفيدة، هي الوحيدة المستفيدة، وحاليا أصلا ما ينطوها ولا يخلون، حاليا هو مسير مو مخير. طيب. ما ينطوها ولا يخلونها. مهما كان يا سيدة إيمان، مهما كان مسير أو غير مسير، هو على رأس سلطة وهو يتحمل مسؤولية ما يحدث إن كان مسيرا أو مخيرا. أكيد أكيد. نعم. يتحمل. يعني حتى أقصد يعني فكرة استمرار نعم أنا يعني أنا أفهم القصد، لكن الاستمرار بطرح فكرة أن عادل عبد المهدي مسير يجعله وكأنه بريء ربما إلى حد ما من ما يحدث للعراقيين، ويجب هذه الصورة أن توضح بشكل أفضل. لا لا، ليس بريئا من هذه الأحداث كلها. نعم. اللي تصير كلها برهته هو، لأنه الساكت عن الحق شيطان أخر. نعم. يعني هو كان يقود بلد بحاله، فهذه قيادة البلد إذا كان ليس بقدر المسؤولية اللي يتحملها. نعم. يتحملها ما كان يلزم سلطة أصلا، خليها بيد أيادي أمينة اللي. نعم. كانت كلها. طبعا هو اليوم اختصر هذا الموضوع بكلامه ووضح للعالم بشكل غير مباشر أن هذه السلطة لا يمكن أن تزول بطريقة سهلة، عقد الأمور عقد المسائل وكأنه لا توجد خبرات ولا توجد كفاءات ولا يوجد من هم قادرون على حكم هذا البلد إلا هؤلاء الموجودين في السلطة الآن. وصل الرسالة بهذه الطريقة، إذا لغينا البرلمان شنو البديل؟ إذا إحنا رحنا منو البديل؟ وكأنه الأمور وكأن العراقيين ليسوا اللادين للكفاءات والخبرات والقدرات. طيب، فقدنا الاتصال مع السيدة إيمان. أم أزهار من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. بالنسبة إلى عادل زوية، أنا أقول له أنت يا تسكت وما تطلع للتلفزيون يعني أحسن لك، لأن هو بس يحمي نفسه ويحمي جماعته، هو القائد العام للقوات المسلحة، يقدر يوقف القتال بسرعة. لكن من قبل سليماني ومن قبل إيران ما يقدر، مهدد، هو مهدد ما يقدر يوقف. أم أزهار، عادل عبد المهدي يقول إحنا أم أزهار، عادل عبد المهدي يا سيدة أم أزهار، عادل عبد المهدي يقول احنا بالحالة الدفاعية قواتنا متخذة الوضع الدفاعي. طيب الوضع الدفاعي وهل قد شهداء؟ اي وضع دفاعي هذا؟ هو مو وضع دفاعي، هو دا يقتل المتظاهرين ودا يتفرج عليهم اصلا، وهو يعني ضمير ما عنده، ولا والاحزاب الدائره بدائره ضاغطين عليه. نعم. وضاغط عليه سليماني وايران، لان مصلحه ايران هسه اذا العراق يروح من ايدها تخسر، لان ايران هي هسه في حاله ارهاب، مثل ما هناك عندهم مظاهرات وهم حالتهم الاقتصاديه سيئه. نعم. فهم متهلبين بالعراق لان يمصون دماء العراقيين ويمصون نماس ويقتلوننا. ان شاء الله المتظاهرين، انا احيي المتظاهرين واقول لهم سدوا الطرق كلها والجسور كلها والبصر الميناء كله والنفط حتى تتقلص الموارد اللي تروح لإيران.
يمصون دمنا هم وهالحكومة الإيرانية الخبيثة، هم والأحزاب، وإن شاء الله نصر للمتظاهرين والطلاب أو المتظاهرين الشباب الحلوة. شكرا شكرا جزيلا لك يا سيدة أم أزهار، كنت معنا من بغداد. معنا سيد فضل من لندن. فضل يا فضل. أم فضل، السلام عليكم. أم فضل، عفوا أم فضل، تفضل يا أم فضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحب أوجه كلمة للأستاذ عادل عبد المهدي. نعم. إنه هو بلا شرف، لأن كل ما يطلع على التلفزيون ده يستفز شبابنا. نعم. والجماد الزين زين، وهو عادي عنده حامل المصالح الإيرانية والأمريكية والأوروبية والعربية، لأن هسه ما طلع ضمير عربي وقال هاي الجماد تسير بالشوارع من وإلها. يعني الأمهات اللي تتطي دم علمًا لنقي إحنا شعبنا، بس يا ريت أحد يصير شريف. إحنا بدناش الجيش، ماكو لواء شريف يسوي انقلاب، ما أحد يطلع. أم أزهار عادل، أم أزهار، أم فضل عفوا، أم فضل، عادل عبد المهدي يقول أن هناك من هم بالمتظاهرين يرتدون زي عسكري، زي قوات التدخل السريع. يقول أكو متظاهرين يرتدون زي قوات التدخل السريع وحاطين النسوان والأطفال بظهرهم ويشتبكون مع القوات الحكومية. وين شفنا هذا المشهد أصلا بهذه المظاهرات؟ وين شفت يعني؟ أنت شوف هو الجسر وبيناتهم ثلاث حواجز، وين يعني؟ إحنا دنشوفهم من جبل أحد المطعم التركي، ودنشوفهم شلون مسوين مصدات ومسوين جولتشيك. إحنا برا قلوبنا دكتور نار، الله ينتقم منا إن شاء الله، ومن إيران ومن أمريكا دمرت بلدنا. زين، عمي شارو قدامه تدمرونا بعفو ضعفه، دمرونا، ما حد يأتي، ما حد يقول هذا الشعب ينزف. في السودان 4 قتلى وقامت الأمم المتحدة عليهم. إحنا ما هسه حوار وطني، قامت مثل خارج حوار وطني. أي حوار وطني؟ هم دولة مو وطنيين، دولة مو عراقيين. عمي خلي الناس تسمع. أم فضل أنا أشكرك للمشاركة. مشاهدينا الكرام، وردنا قبل قليل من ساحة التحرير هذا المقطع فلنشاهد. هاي في تاريخ اليوم 5/11، الناس كلها متواجدة هنا رغم انقطاع النت، خلي العالم كلها تدري وتشوف أنه العراقيين كلها تتواجد هنا، حتى لو انقطع النت راح يجون وما يخافون. إذا مشاهدينا، كما تابعتم، يستمر العراقيون بالتواجد والتظاهر والاعتصام في كل مكان في بغداد. والآن كما تابعتم ساحة التحرير، هذه صارت الآن قبلة المتظاهرين في العاصمة، وكذلك رمز لهذه الانتفاضة بالنسبة للعراقيين. دعونا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. ورحمة الله وبركاته. احنا متوجهين ان شاء الله ساحة التحرير. هواية اكو ناس يدخلوا لي على الخاص يقول لك عجب سالم دعبولي شي مستقتل ودعم ومتواجد هناك انت والكادر مالتك. انا متواجد هناك، انا بحياتي ما طالع مظاهرة، بحياتي كلها ما طالع مظاهرة، الله شاهد. شباب بس خل اسجل يرحم والديكم، بحياتي ما طالع مظاهرة، لان ماكو مظاهرة طلعت من ورا السقوط هذا ما يقودها معمم. هاي المظاهرة الوحيدة ما قادها لا سياسي ولا معمم. لهذا احنا طالعين كنا، مو بس انا والكادر وعمار النداوي تحياتي له، لان احنا نعرف ما خلف الكواليس مثل ما يقول لك. بس هسه هاي المظاهرة اذا دخلت بيها معمم، اذا دخل بيها معمم الله وكيلكم تلقون يرجع للمطعم ولا العلاقة بيها. والشغلة الثانية، نحب نوجه رسالة للشيوخ
شيوخ العشائر. شيوخ العشائر اهل مع احترامي للطيبين القاعدين لا شغل ولا عمل قاضيها قبل المظاهرات كلها عطوه وقوام وجيب عمامك وودي عمامك اذا ظهروا هسه سجلوا لكم موقف شنو بس هالشباب هاي انت الشامل عندك العد بس تعرف تقول له من يمك هو روح اضرب وانا يمك زين انت تعال تعال هسه سجلوا لكم موقف سالم دعبول انا اقطع كلامك بخير حبيبي انا اريد اوجه رساله لاهل الحظ والبخت اهل العقل ايه؟ اهل العقل يا الرافعين الراس والدي يحكي وياكم عمار النداوي وابن عمي علي النداوي اللي جيت له داعش الله يرحمه لا مسيس ولا بعثي ولا مسيس ابن واحد انا طلعتني الغيره العراقيه والله والنعم انا شيوخ العشائر اهل المضيف اللي مصلصلين صدق شيوخ عشائر مو بالتسعينات حط العقال وصار شيخ عشيره افزعوا افزعوا فزعه رجال والتاريخ راح يكتب والله يكتب شوف ابو التكتك شوف الحافد ده يركض الجيب ألف دينار وفد رسالة هم تنحب نوصلها للخطباء سجلوا لكم موقف ترى بالقرآن لا تجلس أنا أحكي وياكم أنا رادود من وقت صدام ويعرفوني أهل الكاظمية رادود قديم ترى بالقرآن حي إذا بقيتوا هيجي ليجي محرم الثاني أنتوا تصعدون على المنبر عشر نفرات ما يقعدون جواكم لأن حيعرفون حقيقتكم شنو لا تقضوا انها بس حسين ثوره وحسين ثوره وانتوا ولا واحد من عندكم ظهر وهي هاي الثوره ما سيدنا الحسين ايه؟ هاي ثوره الجياع والفقراء ضد الظلم لا تجيبك الجكسارات للمجلس وتصعد لي على المنبر وتحكي لي بالثورات خلينا نشوفك هنا أنا. تحياتي لكم اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام نستمع الى السيده سهى من كندا تفضلي سهى أنا بس حبيت أقول أنت قلت إنه عبد الهادي عم بيقول العراقيين مخربين. نعم. العراقيين عمرهم ما كانوا مخربين. هو عادل عبد المهدي ومنور المالكي والعبادي وإيران كلياتها وهذا الاسم خميني وهذاك قاسم السليماني هم اللي عم بيخربوا وهم اللي عم بيقولوا العراقيين عراقيين أهل الشرف والغيرة والأخلاق والأصول كلياتها هم تعلموها منا من العراقيين مو العراقيين يخربون بلدهم ولا وطنهم. نعم بس هيك بدي اقول بس هيك والله يا ربي ان شاء الله ينتقم من هذول الايرانيين اللي عم بيخربوا بلادنا وعم بيتوهوا سرتنا نعم شكرا لك يا سهى كنت معنا من كندا معنا السيد عبد العزيز من بلجيكا تفضل عبد العزيز السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اولا نترحم على الشهداء ونطلب الشفاء العاجل للجرحى نعم وهذه المظاهرات على رأسنا احنا اللي بالغربة طبعا نعم هذول امل وطننا هذول اللي راح يرجعونا الضاع واللي انسرق نعم هذول عصابة ليست بحكومة هؤلاء مافيات مسيطرين على الحكم مافيات ليست حكومة اذا سمعت اليوم اجتماع عادل عبد المهدي مع الوزراء وتحلل كلامه هذول ما راح يسيبون العراق الا ما يمصوا يخلوه بس تراب. نعم. عبد العزيز عبد العزيز المتظاهرون في الداخل العراقي يحتاجون الى مؤازره مستمره من المغتربين. ما هو دوركم في بلجيكا؟ ماذا تفعلون؟ سوينا مظاهرتين، واحدة ببروكسل وواحدة بانتويربن، يوم الاحد اللي فات كان بانتويربن. نعم. واللي مطلوب من عندنا اللي نقدر عليه احنا بالخدمة. نعم. ونطلب من إيصال الصوت هي نقطة مهمة جدا يا عبد العزيز نعم. إيصال الصوت هي من أهم النقاط وجهنا عليه وإحنا بخدمة الوطن نعم أشكرك يا عبد العزيز كنت معنا من بلجيكا مشاهدينا الكرام طبعا يكتمل دور التظاهر وتكتمل الانتفاضة ويكتمل هذا التظاهر الذي يشهده العراق عندما أيضا يكمل المغتربون العراقيون المهجرون جراء المعاناة المهجرون جراء المآسي التي شهدوها في بلدهم الذين لم يستطيعوا أن يستمروا بالعيش داخل العراق هؤلاء لديهم دور أيضا ودعوات كثيرة لتنظيم وقفات احتجاجية تضامنية أمام القنصليات ربما أمام السفارات بغض النظر لكن الفكرة أن يوصل صوت العراقيون يصل صوت العراقيين في الداخل إلى الخارج هناك من لا يريد أن يسمع يجب أن يدخل العالم في حالة حرج لكي ينظر إلى القضية العراقية طالما كان هناك تهميش وطالما كان هناك محاولة لإخفاء أو إبعاد العراق عن الأضواء يجب أن يدخل العراق إلى الأضواء إجبارا لهؤلاء أو يعني غصبا عنهم إذا صح الوصف
لأن القضية العراقية تحتاج إلى أن تنتشر وإلى أن تتسع بشكل كبير حتى يتدخل من بيده القوة أو مفاتيح الأمور في العالم، المجتمع الدولي على سبيل المثال، أن يتدخل لإنهاء المعاناة التي يعانيها العراقيون الآن والقمع المستمر الذي يشهده العراقيون كل يوم. معنا من؟ معنا من؟ معنا محمد من هولندا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قناتكم الكريمة والمشاهدة. تفضل محمد، حياك الله. حيا قناتكم. طبعا أنتم القناة الوطنية الوحيدة في العراق تطلع بث مباشر مع الشعب، وقناة الوحيدة اللي ما تطلع دعاية، يعني هاي ملاحظة. نعم. ما طلعون دعاية. وللأسف مع ذلك هناك البعض يتهمنا بالبعثية ومحرضين وغيرها من هذه الأوصاف، مع الأسف. لا بالعكس، أنتم ثبتوا وطنيتكم من خلال مواقفكم. نعم. فبالعكس هم يعني يحجوا عليكم لأنكم ناس وطنيين. نعم. حبيبي حاليا يقول عبد أنه اليوم عادل ابن المهدي يقول أنه المتظاهرين هم يضربون القوات الأمنية وهم يقتلونهم. يعني هو بيحشي الوزراء يهزون رؤوسهم دولة مرتزقة. نعم. أنت تخاطب الشعب، يعني شو تفشل من نفسك أنت يستشعر دم الشهداء. نعم. هاي الجرائم موثقة بالفيديوهات والإحصائيات والشهداء. يقول ما يصير نلغي الدستور، شلون نلغي الدستور؟ على شنو حنمشي؟ منو حيسوي دستور؟ وكأنه العراق انتهى خلاص، يعني الكفاءات خلصت وهم آخر كفاءة موجودة على وجه العراق. هم حاليا بيحكون نفسهم بدون شعب، ما يتمنى الشعب. نعم. بيحكون نفسهم الشعب، هو حاليا محمد هو يحكم نفسه. انتهوا هم حاليا كحكومة انتهت. يعني عشان هم بطولة الإنعاش تلفظون القاسم الأخيرة. تحيي لك يا محمد ومشاهدين جميعا. شكرا جزيلا لك. وتعجل الروح الشهداء. نعم. مع السلامة. شكرا محمد، كنت معنا من هولندا. معنا السيدة أم عبد الله من بغداد، تفضلي أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هي لحضرتك إلى قناتك الشريفة لكل العراق الشريف. أهلا وسهلا أم عبد الله. العفو إذا ممكن العنوان. الموضوع يا سيدة أم عبد الله اليوم بدنا نتكلم، طبعا هو موضوع العراقيين ماكو غيره، يعني هو موضوع المظاهرات، لكن نتكلم أيضا اليوم شوية على كلمة عادل عبد المهدي اللي كان دا يوصف بها الوضع في العراق. يقول ما عندنا تشبث بالسلطة ولا يمكن حل البرلمان بلا توفير بديل، ويقول لدينا دستور ينظم لنا كل الأمور. طيب لا يوجد تشبث بالسلطة، لماذا إذن لا تترك هذه الحكومة والبرلمانيون والوزراء والمحافظين يتركون هذه السلطة ويرحلون عندما يقول الشعب يريد إسقاط النظام؟ أستاذ إحنا عندنا تحذيرات دولية هسه في الوقت الحاضر. نعم. على أساس إنه من ضمن الشغلات اللي تصير واللي تأثر على سير التظاهرات. إحنا قلنا سابقا لأنه التظاهرات ما ممكن إنه تعوف الحكومة بالشكل اللي يعني تتركها. لا وإنما لازم نسوي لها مجزرة. فالقطع الإنترنت هو أول هو ضرب الدستور، لأنه حرمة الشعب العراقي من حرية التعبير عن رأيه. وبعدين إنه وصول سيارات كلها رجال مسلحين وقاموا بعملية قتل المتظاهرين، لا سامح الله، إحنا نخاف لكون تصير مجزرة. فلهذا نطلب من الشعب العراقي فكل إذا ما يطلع الشعب العراقي ترى اعتبروا أن هذه التظاهرات هذه الانتفاضة سوف تفشل. هي في كل الحالتين إذا إحنا خليناها تركناها تفشل، وإذا الحكومة ضربتها راح تفشل. فالحل الوحيد للشعب العراقي أنه يهب هذا وحدة كل المحافظات من الشمال الوسط والجنوب كلها وحتى المناطق الغربية. إذا ما تأخذ يعني تنهي الحل يعني التظاهرات السلمية، وإنما تأخذ مأخذ دفاع عن النفس واستخدام الأسلحة، لأنه أم عبد الله الحكومة تنتظر وتتمنى أن تسمع هذا الكلام وهذا الترويج حتى تكون عندها الذريعة المناسبة لقمع الناس كلها. الحكومة تنتظر أنه يتروج لحمل السلاح والقتال المسلح واستخدام العنف حتى يكون لها ذريعة دولية أنه تقمع الناس بشتى الوسائل.
الآن عبد المهدي يقول نحن في وضع الدفاع، وهل قد نشوف شهداء وهل قد نشوف مصابين؟ فتخيلي عندما يمسكون هذه الذريعة أو يمسكون هذه الذريعة، شنو نوع الأسلحة الممكن تستخدم؟ شنو نوع فرق الموت اللي ممكن تنتشر؟ ما نريد نشوه الصورة الجميلة للتظاهر والمتظاهرين. أم عبد الله أرجوك خلي أكون واضح، أنا حتى لا يكون هذا المنبر منبر للترويج للعنف، إحنا المتظاهرين طالما يقول المتظاهرون نحن سلميون إذن هم سلميون، لا يجرون إلى طريق قد لا تحمد عقباه فيما بعد. تفضلي أستاذ. هو اسمح لي، إذا الحكومة ضربت وقضت على الانتفاضة معناها رح تصير حرب أهلية، حرب أهلية رح نفقد شعب يعني، وهي أمريكا هي اللي تريده. أمريكا لما انطت إيران العراق الإيران يعني هي هم بالبداية الاحتلال قالوا إنه يكفي على العراق إنه يعيش 5 مليون كافي هواية يعني هذا كلهم يريدون هو قتل الشعب العراقي. أم عبد الله أنا أشكرك، كنت معنا من بغداد وضحت الفكرة. معنا مشاهدينا الكرام فيديو مقطع وصلنا قبل قليل من مدينة الناصرية، دعونا نشاهد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، كما تابعتم من مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بهذه الطريقة الجميلة تمتلئ الشوارع وتمتلئ الساحات بالمتظاهرين. استمرار للاعتصام واستمرار للتظاهر هو عزم وإصرار من المتظاهرين على البقاء حتى تحقيق المطلب الرئيس وهو إسقاط هذا النظام. دعونا نقرأ فيما تبقى من وقت الرسائل المتبقية أو التي وردت على الواتساب. تقول زينب من لندن، السلام عليكم. صحيح هم ماكو مثلهم لأنه سراق درجة أولى وقتل بامتياز وعملاء بلا ضمير، لهذا يقول ماكو مثلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. رسالة تقول السلام عليكم، أكرم من ألمانيا، أخوتي نصركم قريب إن شاء الله، لقد اهتزت عروش الحكومة الطاغية، قلوبنا معكم، اقطعوا عليهم جسور بغداد يا أبطال. تحياتي لقناة الرافدين الحرة. شكرا يا أكرم. رسالة تقول السلام عليكم، الفاتحة على أرواح الشهداء، عاشت الثورة، عاش العراق، النصر قريب. أرجو تكون قبل قليل تحدثنا مع السيدة أم عبد الله عن نفس الموضوع. طيب يقول أهالي الشام والعراق يرزحون تحت حكم جبري لم يرقب فيهم رحمة ولا قرابة، ولن تقوم قائمة لهذه الأمة إلا أبو قاسم من فلسطين. السلام عليكم، كلمة للعراقيين بالخارج، رجاء دعم مادي للمتظاهرين بالداخل. حسام، حسام يدعو إلى توفير دعم مادي للمتظاهرين. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.